ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة تعز اشتباكات وضحايا، لكن هل تكون الأخيرة؟ هل تتحد تعز خلف الأجهزة الأمنية لإفشال الرهان في تمزيق المدينة؟ وهل تقف كلمة السياسي والإعلام خلف بندقية الجندي لإنهاء الفوضى الأمنية؟ أهلا بكم. تجددت الاشتباكات شرق مدينة تعز بين قوات الأمن التي تنفذ الحملة العسكرية وبين كتائب أبو العباس. المواجهة شاركت فيها أسلحة التحالف ومدرعاته ضد الحملة الأمنية وقامت بقصف معسكر 22 ميجا. تشير المعلومات إلى سيطرة الحملة الأمنية على عدد من الأحياء في الجحملية والمجلية وصد هجوم مسلح على حراسة المستشفى الجمهوري. المعارك تمضي على أشدها لليوم الخامس على التوالي وسط تأكيد الجيش والقيادة السياسية على إنهاء حالة الانفلات الأمني في المدينة وضبط الخارجين على القانون. وفيما يخوض الجيش معركته الوطنية ضد المجاميع المسلحة في شوارع المدينة، تعز تعلن الأحزاب السياسية دعمها وإسنادها للحملة الأمنية. تعز التي تخوض حروبها منفردة مع أعدائها يأمل أبناؤها بأن تداوي جراحها اليوم، فالمدنيون يدفعون ثمن انفلات السلاح في المدينة. هنا تعز، لا صوت يعلو فوق صوت البندقية. مدرعات الجيش وأسلحته تعود للعمل داخل المناطق المحررة بعيدا عن خطوط المواجهة مع ميليشيا الحوثي. من يحارب من إذا كان جميعهم يرفعون لواء الشرعية؟ فالاشتباكات في المدينة بين فصائل عسكرية تتبع اللواء 35 مدرع، لكنها عمليا تخضع لقيادة الزعيم السلفي أبو العباس المدعوم إماراتيا، وبين قوات الجيش الوطني والأمن. حرب تأخذ معها عشرات من القتلى والجرحى، معظمهم من المدنيين الذين يسقطون في المواجهات داخل المدينة. فإذا ما سلم من قصف الميليشيا طالته قذائف واشتباكات الإخوة الأعداء من المحسوبين على الشرعية ذاتها. المواجهات تسببت بإغلاق معظم الأحياء في الجزء الشرقي من المدينة، ناهيك عن المستشفى الجمهوري الذي أطلقت إدارته نداء استغاثة إلى المنظمات الإنسانية والقوات الحكومية تطالبها بفك الحصار المفروض على المستشفى ووقف القصف. تغيب دعوة الرئيس هادي لتشكيل لجنة أمام صوت السلاح والتباينات التي تأخذ تعز ولا تعود بها. الأحزاب السياسية في المحافظة كانت قد أصدرت بيانا تعلن فيه مساندتها للقرارات والجهود من أجل استعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها على جميع المواقع المحررة. ما لم تنجزه ميليشيا الحوثي أنجزته التباينات في هذه المدينة التي اتسعت لكل شيء، فضاق بها أبناؤها تاركة كل هذه الجراح وهذه الأسلحة المدمرة، شاهدة على عهد عصيب تمر به مدينة تعز. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية فهمي محمد رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الاشتراكي بتعز، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ فهمي. مساء النور. أهلا بك. تعز تشهد اشتباكات متواصلة منذ أيام بين الجيش وكتائب أبو العباس. أستاذ فهمي، كيف تتابعون ذلك كونكم ناشطين وسياسيين أيضا؟ والله بالنسبة لمتابعتنا للأحداث الجارية، الكل يتابع ما يجري في تعز بقلق كبير. ما يجري في تعز نستطيع أن نقول بأنه تجاوز الحد المعقول الذي يجب أن يقف الناس عند حده. قتلى وجرحى من المدنيين واقتتال واشتباك بين فصائل المقاومة الذي كان يفترض أن يوجه هذا السلاح إلى طرف آخر خارج منظومة المقاومة. نعم. فما يجري بتعز الناس تتابعه بقلق وتتابعه بقلق شديد جداً. نعم. إذن يعني اللجنة الرئاسية التي شكلت يعني من قبل الرئاسة قبل يومين قالت إن أبو العباس خرق الهدنة التي أعلنتها اللجنة. ما هو الجديد الذي بيد هذه اللجنة والتي من خلاله تستطيع السيطرة على الموقف؟ بالنسبة للجنة الرئاسية،
اللجنة الرئاسية بدأت تمارس عملها منذ أمس، يعني بعد الاشتباكات القوية التي حدثت ليلة أمس يعني. وإلى حد ما تم تهدئة الأجواء والاشتباكات الحاصلة. وبالنسبة لما تقولينه بأنه قالت أو اتهمت كتب أبو العباس، أنا لست متأكدا من هذا الطرح، لكن ما يجري أن هناك نوع من التهدئة الحاصل، وهو تهدئة أعتقد مؤقت إذا لم يتم احتواء المشهد بشكل عام. ما يجري في تعز الآن يهدد من سلامة قبل من الناس بشكل يمكن عام، احتواء المشهد أستاذ فهمي؟ من قبل من يجب احتواء المشهد؟ نعم، قلت يعني لابد من احتواء المشهد، من الذي يمكن أن يحتويه؟ يجب على الأطراف بشكل عام الموجودة الآن والتي تتقاتل أن تتعقل يعني، وأن تنظر بأن لمصلحة تعز، وأن تنظر بأن هناك هدف آخر يجب أن يوجه السلاح له. أما ما يجري في الواقع هو شيء من الجنون، شيء من العبث، شيء من الاستعراض للقوى الذي أعتقد أنا لا فائدة منه ولن يؤدي بنا إلى نتائج منطقية. احتواء المشهد يجب أن يكون من قبل السلطة، من قبل السلطة الشرعية، من قبل الأطراف الداعمين للأطراف المتقاتلة في تعز. نعم، دعني أقف معك أستاذ فهمي عند حد عند معين. عند مصطلح الأطراف المتقاتلة، يعني أليست الصورة بأن الجيش يحاول احتواء المشهد وكبح جماح كتائب أبو العباس المنفلتة عن القانون، كما وضح معنا الناطق باسم الجيش، كما تحدث الجميع بأن الجميع بات يعرف أن كتاب أبو العباس هي كتاب خارجة عن القانون، ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون، فكيف يمكن توصيف المشهد بأنه أطراف متقاتلة؟ هو أولا يعني من الذي وصف أبو العباس بأنه طرف خارج القانون أو خارج التمرد؟ إلى الآن لم يحصل أبو العباس يحمل رتبة عقيد في الجيش، منحه رئيس الجمهورية. أبو العباس السلطة الشرعية والتحالف والداعم للسلطة الشرعية في تعز يتعامل معه كمنظومة من منظومات المقاومة. لا يوجد حتى الآن بيان رسمي من المحافظة أو من السلطة الشرعية أو من التحالف يقول أو يدين أبو العباس بأنه طرف خارج عن السلطة، خارج عن الـ أو متمرد. نريد نحن أن يكون هناك خطابا واضح من السلطة، من السلطة المحلية في تعز، من السلطة الشرعية تحدد من هو الخارج عن السلطة ومن هو ومن ليس خارج عن السلطة. صحيح أن الطرف الآخر يتحرك باسم ألوية ويتحرك باسم جيش ويتحرك باسم محور، وهو في الأول والأخير مسميات نظامية تخضع للسلطة، صحيح هذا كلام منطقي، لكن في الأول والأخير الوسائل الرسمية والإعلام الرسمي للسلطة الشرعية للمحافظة لا يستطيع أن يقول بأن أبو العباس شخص خارج عن هذه المنظومة وشخص متمرد وشخص يحتوي الرأي. نحن أمام خطاب ضبابي يجب أن يحسم من قبل السلطة ومن قبل الأطراف المتقاتلة في نعم يعني في ترى أنه يجب أولا حسم أو توضيح المسميات كما يجب حتى يستطاع فهم المعركة على الأرض، يعني طالما إلى الآن لم يتم توصيف أبو العباس كمتمرد. نعم يعني لكن يعني نعلم أنه اتهم بالإرهاب الدولي، كثير من الأحاديث التي دارت من خلال اجتماع الرئيس باللجنة الجديدة التي شكلت، أيضا كان معنا الناطق باسم الجيش في تعز، يعني تحدثوا جميعا أن كتاب أبو العباس هي من خرجت عن القانون، هل لابد من وجود يعني بيان رسمي حتى يعلم الجميع ما الذي يحدث؟ هذه المشكلة يا أستاذة آسيا، تتكلمين عن الناطق الرسمي باسم الجيش. الأصل أن الجيش الآن هو يعني الجيش أو المحور أو الألوية هي الآن الطرف الرئيسي فعلا في معادلة القتال. نعم. لكن نحن نتكلم في سلطة أخرى اللي هي سلطة المحافظ، في سلطة شرعية ممثلة في عبد الرب منصور هادي، في أطراف التحالف اللي هي الداعمة للمعركة بشكل عام في اليمن. الجيش يتكلم، صح الناطق الرسمي يتكلم بأنه يتحرك للقضاء على مجاميع متطرفة، على مجاميع أمنية مطلوب أو عناصر أمنية دون أن يسمي هذه حتى العناصر، وهذه إشكالية. يفترض أن يكون هناك تسمية للعناصر الأمنية المطلوبة منها ومن هو الجيش.
الجهة المستترة حولها وأين المربعات التي يجب أن تستهدفها. يتحرك الجيش تحت هذا العنوان، تحت هذا الإطار، لكن ما يجري يعني وكأنه هناك اختزال للمشهد في صراعات في مسميات تكمن تحت هذه الخطوط العريضة يعني. فلا يوجد لنا خطاب واضح من قبل المحافظ مثلا، من قبل السلطة المحلية، بأنه هناك أطراف، أن أبو العباس طرف آخر أو طرف خارج نطاق الجيش الوطني أو نطاق أو متمرد. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا السيد وهيب الهوري، أركان حرب القطاع الأول في اللواء 22 ميجا من تعز. مساء الخير سيادة اللواء. أسعد الله مساكم أختي الكريمة واللقاء. أهلا بك. بداية يعني كونك قائد عسكري مشارك في الحملات الأمنية ومكافحة العناصر الخارجة عن القانون، إلى أين وصلت الأمور؟ تم تصفية بعض العناصر في منطقة الجحمرية وما حولها ومدرسة النجاح المغازل وخارج القانون، تدخلت في هذه المربعات وتبقى لهم أنبوار صغيرة في الجمهوري وفي قلعة القاهرة والأمن السياسي، والحملة جارية والأمن والحملة الأمنية والجيش الوطني يقومون بذلك. نتفاجأ أن الذي يصد الهجوم عن هؤلاء الخارجين عن القانون هو أحد المنضمين للجيش الوطني، وهذه الكتاب يسمى بكتاب أبي العباس إلى الآن. إلا أننا عندما نأتي للقضاء على هذه البوار وعلى هؤلاء الخارجين عن القانون نتفاجأ أن الأخ العقيد هو من يصد الهجوم ومعداته حرقت بالأمس بسبب أن عن هؤلاء الخارجين عن القانون وما ظل لهم. وكما قال المتحدث لديك أن هناك ضبابية يجب على المحافظ أن يدين هذا الكلام. وكان هناك نعم، أنتم كونكم لواء تواجهون هذه الجماعات يعني لواء 22 ميكا، لما لا تطالبون قيادتكم، قيادة المحور أيضا، القيادة العسكرية بتحديد ملامح هذا الصراع؟ لما يترك الأمر للناس لتخمين ما الذي يحدث وتسمية الأمور بكونها أطراف متصارعة؟ يعني حتى الآن فعليا كتاب أبو العباس لم تصنف من قبل لا رئاسة الجمهورية ولا قيادة المحور ولا حتى المحافظ كونها جماعة خارجة عن القانون. هل هناك ضغوط برأيك يعني حتى لا يتم تسميتها بهذا الشكل؟ أين هو دوركم في هذه النقطة؟ نحن في نحرة المدينة على الثغور، وعندما نعود نغتال في مربعات القائد أبو العباس. شكينا ذلك كثيرا لقيادة المحور ولقيادة الألوية، واجتمع قيادة المحور مع الألوية مع الحملة الأمنية مع رأس المحافظ وكتبوا بيان محافظة المحافظة، ولم نخالف ولم نوافق حتى على إيجاد الله وعلى الجيش أن يخرجوا بيان واضح إلا وقالوا أن سبب ذلك أن المحافظ رفض إدارة الأخ أبي العباس وعود على السلطة المحلية وعلى أخ المحافظ وعلى رئيس الجمهورية. نعم، يعني بهذا الشكل يعني افهم من كلامك ان المحافظ رفض تسميه او توضيح ماهيه كتاب ابو العباس وكيف هي خارجه عن القانون. نعم اختي، في 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 الحمله السابقه تم الاعتداء على اللجنه الامنيه والحمله الامنيه ومن قبل وهم يسيطرون على المواقع الحكوميه قياده المحور والشرطه العسكريه واداره الامن، وكان واضح ابو العباس في رده على تلك الحمله الا لم يصنفوه. اصبح هناك مساومه بين الجيش الوطني وقياده المحور وابو العباس وحتى مساومه في الاكراء، وكان هناك ايضا تسلق جديد من جهه القياده بالعرب العباس حتى في الاكراء يريد ان يخرج من يريد ويرفض ويرفض ولكن ضبابية، هناك عدم شفافية، كان هناك ضغوط خارجية
نعم، إذا لما تتركون أنتم في وجه المدفع إذا لم يتم تسمية الأمور بمسمياتها؟ يعني الآن سير المعركة تحول، يعني عوضا عن مقاتلة الحوثي تعود الفصائل تتقاتل فيما بينها، والتي إلى حتى الآن لم يتم حسم تسميتها كفصيل خارج عن القانون، ما زالت تنضوي تحت اللواء 35. لما حتى يعني ألا يعد ذلك أيضا خذلان للمعركة من قبل قيادة المحافظة؟ أختي الكريمة، هم يريدون ذلك. نحن الآن نشد الثغور وندافع عن المدينة، ولا النياس ولا النكل ولا النمل الآن في هذه اللحظات. وأنا أهددك الآن، الشباب يصدون هجوما عن الحوثي وعن خارجي، الآن يرتبون الهجوم على مستشفى الجمهوري، لكننا سنصد الجميع وسنضحي بالغالي والرخيص من أجل الوطن. نعم تكون هناك مؤامرات، معنا يكون هناك خضران، لن نترك هذا الوطن وسنرجع وسنضحي بكل ما نملك وسنقدم دماء وحماية لهذا الوطن ولتراثه الغالي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك وهيب الهوري، أركان حرب القطاع الأول في اللواء 22 ميجا، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ فهمي، عفوا أستاذ فهمي، يعني هذا الضبابية، هذه الضبابية التي تحدثت عنها، يعني إلى حد الآن كما تحدث أيضا معنا الأستاذ وهيب، يعني لا المحافظ ولا القيادة العسكرية ولا رئاسة الجمهورية أرادوا تحديد ملامح هذه الكتائب، يعني ما زالت حتى الآن تعد منضوية تحت اللواء 35 بهذا الشكل. يعني لما لا يراد تسمية الأشياء بمسمياتها؟ يعني يرى السيد وهيب كما استمعت أن ربما هناك ضغوطات خارجية، إذا ما الذي يراد لتعز في ظل كل هذه الضبابية في المشهد؟ أجد نفسي أتوافق إلى حد ما مع ما طرحه الأستاذ العقيد أو الضابط الذي تكلم عن أن هناك ضغوطات خارجية. أنا أعتقد بأنه لا تفسير آخر لما يجري إلا هذا الشيء. يعني أولا كان يفترض أنه يتم دم كتائب أبو العباس في إطار الجيش ومنظومة جيش، تم إعلان الدمج ولكن لم يفعل على الواقع. نعم، يعني تم إعلان الدمج ولكن لم يفعل الواقع، يعني ربما أعطي رتبة عسكرية وراتب وبالاسم أنه منضوي تحت اللواء 35 ولكن عمليا لم يتم ذلك. نحن نتكلم عن ما هو يجري في الواقع، ليس عن إعلانات أو ما إلى ذلك. الواقع يقول بأن كتاب أبو العباس ما زالت إلى الآن تمثل حالة استقلالية، ترفض أن تنتمج في إطار اللواء 35 كأفراد. يعني هي لا تقدم نفسها بأنها صح خاضعة لقيادة اللواء 35 ومحسوبة على أفرادها، على أفراد اللواء 35، لكنها تتعامل باستقلالية إدارية وباستقلالية قيادية وكأنها قطاع معين دخلت اللواء. هذا من زاوية. من زاوية ثانية أعتقد بأنه مثلا عدم الذهاب لتسميات الأمور بمسمياتها نتيجة الارتباط بأجندة أخرى في للتحالف، للإمارات بالتحديد في هذه الجزئية بالتحديد وفي منظور الإمارات لتعز، على اعتبار بأن هناك تقييم للإمارات بأن الجيش المحور الألوية تخضع لسيطرة الإصلاح والإمارات لها موقف واضح من الإصلاح. هذه حقيقة يجب أن نقولها، وبالتالي الإمارات ترى بأنه يجب أن يظل أبو العباس مكون يمتلك السلاح موازي لهذه الألوية التي ترى أنها خاضعة لسيطرة الإصلاح والإخوان المسلمين، وبالتالي تعز تدفع ثمن هذه التقييمات. اسمح لي استاذ فهمي، يعني الكلام الذي تحدثت عنه ربما يعني فعلا هو هذا ما يدر وما يقال يعني دائما، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذا ما جاء اليه التحالف؟ هل هذه احدى اهداف التحالف يعني الخلاص من الاصلاح ام من الحوثي بالضبط؟ يعني ما الذي يريده التحالف خاصه في تعز الذي تاخر تحريرها حتى الان بسبب اسباب يعني تعد غير منطقية وغير مطلوبة منه، ولا شأن له بوجود الإصلاح من عدمه، هو أتى لتحرير المحافظة من الحوثيين. الطبيعي أن السؤال، الطبيعي أن التحرك العام للتحالف هو مواجهة الحركة الحوثية في اليمن
واختطاف اليمن باتجاه إيران. هذا هو التحرك الطبيعي الذي حدث من التحرك. لكن هناك حسابات جزئية بعد ذلك تدخل في اللعبة وفي الصراع، تجعل بعد ذلك تقييمات السعودية لها تقييمات منفردة، والإمارات لها تقييمات منفردة تنطلق عبر مصالح يقيمها الحكام هنا أو هناك. لذلك يعني تختلط الأوراق لا يظل الصراع. كلما طال الصراع وكلما امتد أمده دون حسم للمعركة، كلما ظهرت هناك حسابات أخرى دقيقة يقيمها الحكام، يقيمها الداعمون، يقيمها المتصارعون، وتختلط الأوراق ويصبح كل واحد قيم. تعز في حد ذاته إلى الآن أنا حسب تقديري بأنها ما زالت في وجهة نظر التحالف مخلوقة زي بقية، صعب الإمساك بتلابيبها، وبالتالي يجب أن تظل ساحة معركة من جهة لأنها تعزل المدينة التي ثارت، واستنزاف لقوى الحوثي من جهة أخرى. يجب أن يعني أقصدنا يرى التحالف بأنه هذه المدينة إذا ما حررت مثلا، السؤال المحير لها من سيحكم في تعز أو من سيمسك القرار السياسي في تعز. يقيم الإماراتيين بأن الإصلاح هو الأوفر حظا مثلا في هذه المدينة، وبالتالي يجب ألا تحرر الآن حتى يتم خلق توليفة. يعني رغم تعيين المحافظ من قبل الإمارات، يعني تم تعيين المحافظ من قبل الإمارات والجميع يعلم ذلك، يعني لا ندري لما تقبل السلطة الشرعية بوجود هذه القوة المستقلة كما وصفتها، والتي لا تتبع أي جهة عسكرية، دعمها خارجي مختلف عن جميع أو بقية الألوية، كقوة موازية لأي لقوة الجيش أو لمخاوف الإمارات، كفزعة تود أن تتحكم بها. سأعود إليك عند هذه النقطة، ولكن بعد أن ينضم معنا الأستاذ علي نعمان الرئيس الدولي لأحزاب اللقاء المشترك من تعز. مساء الخير أستاذ علي. مساء الخير أستاذ علي. أهلا وسهلا مساء النور. أهلا بك أستاذ علي. يعني بداية، أنتم كلقاء أو كأحزاب لقاء مشترك، كيف تتابعون ما يحدث في تعز؟ بالنسبة كأحزاب القوى السياسية التحالف السياسي في تعز، نتابع ما يدور داخل المحافظة، وذلك من خلال اجتماعنا، وخاصة اجتماع اليوم مع قيادة محور تعز. وكان هذا الاجتماع حقنا اليوم حول يعني محورين من ما يدور داخل المحافظة، أو محور يعني المحور الأول كان العمل على تحرير ما تبقى من محافظة تعز، والوقوف جميعا كأحزاب سياسية وجيش وطني إلى جانب السلطة المحلية واللجنة الأمنية المتمثلة بمحافظة المحافظة الدكتور أمين أحمد محمود. ويجب علينا كأحزاب سياسية لمساندة والحشد إلى جانب الجيش والسلطة المحلية للتحرير ما تبقى، وتثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز النسيج الاجتماعي ولم شم داخل المحافظة. نعم، ربما الجيش موقفه واضح أستاذ علي، لكن حتى الآن السلطة المحلية لم تتخذ موقف واضح ضد جماعة متمردة على القانون، لم يتم تسميتها بمسماها الحقيقي حتى الآن. أين دوركم في هذه النقطة، خاصة وأن المتهم بكونه صراع طرف آخر هو أحد أحزاب اللقاء المشترك؟ يا أستاذ، مش لقاء مشترك حنا الآن، الآن تحالف قوى سياسية. نعم. تسمعيني؟ نعم. ألو؟ نعم أسمعك أستاذ علي. الآن تحالف قوى سياسية الآن. نعم. الوقوف هذا يعتبر بأن احنا نطالب اللجنة الأمنية في المحافظة ونشد على أجرها لتتبع تلك العصابات أو الأطراف الخارجة عن القانون داخل المحافظات، والتي تستهدف أفراد الجيش في بعض الأحياء ومن المدينة، والقدر المستمر والممنهج كل يوم داخل هذه المربع التي يسكنها وكر من ما نسميه نقول إرهاب أو ما يخدم جهة خارجية. نعم، هل تعتقد أن المهمة نحن تتبع الجيش والأمن، نشد عليهم لكي يتبعوا او لكي
يحكم الأمور وإلقاء القبض على المتهمين أو القتلة وتقديمهم إلى العدالة. نعم، هل تعتقد أنه يعني أن هناك بوادر حل للأمور بالهدنة والاتفاق السياسي كما تحاول اللجنة الرئاسية؟ هناك أمور نأمن فيها الخير، حيث شكل أولا المحافظة شكل ثلاث بدايات قبل أسبوع، ثم إن اللجنة يعني الرئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي كلف الآن لجنة رئاسية للتهدئة ومتابعة الوضع واستقرار الأمن داخل المحافظة، ونأمل أن تكون هذه اللجنة قد وفقت في بعض من الهدنة، رغم أن هناك يعني في بعض من الحالات يحدث خرق للهدنة من بعض أطراف، وربما تكون الأمور تمشي إلى الأحسن في الأيام القادمة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك علي نعمان الرئيس الدولي لأحزاب اللقاء المشترك، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. وإذا اسمح لنا أستاذ فهمي أنت والسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ فهمي. أستاذ فهمي، إذا يعني الوضع بهذه الصورة التي تحدثتم عنها، يعني كنت سألتك قبلها بأن حتى الآن رغم عدم تحديد هوية الصراع وعدم تحديد أيضا أو وجود فزاعة ككتاب أبو العباس لا تنشأ قوى أخرى كمخاوف الإمارات، يعني السؤال أين هي الرئاسة من كل ما يدور؟ كيف تقبل أن ينحرف مسار التحالف بهذا الشكل في تعز بهذا الشكل الواضح؟ كيف تقبل بوجود كيان خارج عن الدولة منذ البداية؟ يعني أنت تفضلت قلت أنه كان يجب ضم هذه الكتائب للجيش، وإن لم تقبل كان يجب اتخاذ الموقف منذ البداية. لما تترك الأمور على الغارب بهذا الشكل؟ ما حدث هو كان من البداية دعم متعدد من التحالف، يعني المعروف أنه في تعز أول قائد عسكري أو أول لواء تحرك للدفاع عن تعز هو اللواء 35 بقيادة عدنان الحمادي، كان يفترض أن يستمر بعد ذلك الدعم لهذا اللواء ولهذا القائد بشكل هذا، ومن يأتي بعد ذلك ليدافع عن تعز لينضم إلى هذا اللواء لكي تكون هناك وحدة في القيادة ووحدة في القرار في المقاومة. لكن ما جرى أنه سياسة التحالف في دعم المقاومة في تعز قامت على أساس دعم جهات متعددة، دعمت عدنان الحمدي في البداية، ثم بعدين دعمت الشيخ حمود، ثم بعد ذلك دعمت الشراقي، ثم بعد ذلك دعمت القطاعات هنا يعني وهناك، ثم دعمت السلفيين، ثم دعمت بعد ذلك، لها قراءات متعددة ودعمت أكثر من طرف وأكثر من مكان، تعددت بعد ذلك الرؤوس، تعددت القراءات، تعددت بعد ذلك السلاح، وهذا ما وصلنا له في الأول والأخير. يعني نحن كتبنا سابقا بأنه هذا المشهد لن ينتهي بسلام، وهذا التركيبة في سلاح المقاومة لن تؤدي لا لتحرير تعز ولن تؤدي لضمان سلامة الناس وسلامة المواطنين وسلامة الأبرياء وسلامة هذا. سيحصل الاقتتال يعني شئنا أم أبينا، لأنه من البداية كان التوجه في الدعم والقراءة في دعم المشهد والمقاومة في تعز بطريقة غير صحيحة وغير مضبوطة. يعني نعم، إذا يعني هل تعتقد أن اللجنة الرئاسية هي حل لما حدث؟ يعني كان ربما الناس تفاءلوا بوجود اللجنة الأمنية، ولكنها للأسف الشديد فشلت في مهامها وأعقبت بلجنة رئاسية، هل تعتقد أنها ستكون هي الحل؟ بالإمكان أن تعيد السؤال أستاذة ياسين. نعم، تسمعني الآن؟ نعم. نعم، إذن تم تشكيل لجنة رئاسية قبل يومين تقريبا، يعني هل تعتقد أنها هي الحل حينما فشلت اللجنة الأمنية في استكمال مهامها؟
هو لا خيار امام الناس الا ان يشكلوا لجان رئاسيه او لجان من قبل المحافظه لاحتواء الموقف، يعني هذا هو الاجراء الذي اقل الناس ان يفعلوه. اللجنه الرئاسيه تحركت يوم امس والى الان يوجد تهدئه وتهدئه الامور الى حد ما، لكن هذا لن يحل الاشكاليه. يعني سابقا قبل كم شهر التقينا هنا وتحدثنا عن نوع من الاقتتال، والان يتجدد تعز بحاجه الى حل جذري لهذا ما يحصل الان. اولا يكمن الحل الجذري بانه توجد هناك اولا قناعه بان تخرج كل الالويه العسكريه الى الجبهات لتقاتل، ويستمر في تعز الامن والشرطه التي تتولى حمايه الناس، هذا من ناحيه. ثانيا يجب ان يكون هناك توجه جدي لدعم كل فصائل المقاومة في إطار تركيبة عسكرية تخضع لسلطة الدولة. أيضا يجب أن يتم النظر في قيادة الجيش الحالي، يعني الجيش الحالي ينظر إليه في كثير من المكونات الأخرى في كثير من القطاعات الشعبية بأنه جيش يخضع أو يسيطر عليه الإخوان المسلمين، وهذا يؤدي إلى نوع من الحساسية للأطراف الأخرى، يؤدي إلى أيضا عدم الإطمئنان من جماعة أبو العباس أو جماعة أخرى. مثلا جماعة أبو العباس الآن كيف تقيم الوضع؟ ترى بأنه تحرك المحور أو تحرك الألوية العسكرية لهذه المناطق المستهدفة أو للبحث عن بأنها تحرك للإخوان المسلمين، ليس تحرك لدولة أصلا. نعم. هذا تقييم وهذا ما ينطلق من هذه القناعة ليواجه. نعم، يعني الإشكال أن هناك من يروج فعلا لهذه الفكرة، ليس فقط كتاب أبو العباس لكن العديد من الناشطين للأسف يروجون هذه الفكرة. يعني طالما يعني ألا يفترض بأن من ينضم للجيش لا ننظر إلى انتمائه الحزبي وإنما إلى مكانته العسكرية، هذا ما يجب. لكن أود أن أسألك أيضا أستاذ فهمي، يعني أنت طرحت ربما بعض هذه الحلول، ولكن هل هناك قدرة لدى الدولة في فرض هذه الحلول، أم أن هناك معرقل حقيقي هو وجود التحالف الذي يعني هل بإمكان الرئاسة مثلا أن تخرج جميع الألوية للجبهات وتضم جميع أفراد المقاومة للجيش؟ إن كان ذلك ممكن كان من السابق لما سينتظرون حتى الآن، فبالتالي لما لا يكون الضغط الحقيقي على التحالف لكف دعمها لكثير من الجهات والرؤوس الذي تحدثت عنها؟ نحن نتحدث عن شيء نلامسه نحن في تعز. صحيح أنه يجب أن يلاقى التحالف بضغط معين من هذا الكلام الذي تقوله أنتم، لكن أنا أقصد بأنه بقاء الألوية حتى لو التحالف نفسه له أو اقتنع بما تقولين سيظل الإشكال قائم. يعني ما لم يتم دمج هذه المكونات المقاومة اللي تحمل السلاح كله في إطار جيش واحد يخضع لقيادة عسكرية مهنية لها القبول ولها القدرة على احتواء هذه المشاهد. أقصد أنا بأنه مثلا التحالف يجب ألا نحمل كل التبعيات عليه. صحيح أنا يعني وجهة نظري الشخصية بأنه هناك أجندة للتحالف وهناك قراءات للتحالف ساهمت إلى حد كبير بما وصلنا إليه، وهي تتعمد أن يكون هذا الوضع قائم. ذكرنا سابقا بأنه نعم. السؤال الهام ربما أنا لا أحمل التحالف أستاذ فهمي، السؤال الهام نعم. أمام التحالف لا أحمل أنا التحالف، يعني عمليا لو أردنا تحميل أحد حقيقة هي الشرعية ممثلة برئاسة الجمهورية وقيادة المحافظة، يعني التي لم تتخذ حتى الآن حل جذري لما يحدث. اسمح لي أستاذ فهمي أن ينضم معنا البروفيسور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث من اسكتلندا. مساء الخير دكتور أحمد. مساء الخير. أهلا بك دكتور. يعني كيف تتابع الاشتباكات المسلحة داخل تعز وما يتم الترويج لها؟ حقيقة للأسف الشديد أن المؤامرة التي حكت بغير تعز يبدو أنها لن تنجح في تعز، وهي تحول إلى أبناء تعز من النضال للحصول على دولة مؤسسات ومواطنة متساوية إلى الاحتلال الداخلي في تعز بين أبناء تعز. للأسف الشديد السلطة، أنا أحمل الرئيس هادي والحكومة الشرعية مسؤولية ما يجري في تعز بسبب موقفها الضبابي والرمادي المتعمد منذ فترة. تعز باعتها السلطة أكثر من مرة،
تعز وقعت ضحية لضعف وهشاشة السلطة أمام التحالف. التحالف قام بدعم أطراف معينة على حساب أطراف أخرى، ثم تراقبت والشرعية كانت لها قوات أيضا في تعز، مما جعل المشهد العسكري والأمني في تعز مرتبك، خلط الحادل بالنادل. كانت الضحية في الأخير مدينة تعز، تكونت كل أدوات الصراع أو الاحتلال الداخلي في تعز أمام مرأة ومسمع السلطة المحلية، مرأة ومسمع الشرعية بشكل عام. لذلك إذا أردنا أن نلوم، لا يجب أن نلوم أحزاب أو مكونات هذه الجماعة أو التلف، لكن اللوم يتوجه نحن كمواطنين نحو الرئاسة الجمهورية ممثلة بالرئيس هادي وبالحكومة اليمنية ممثلة بالدكتور بن ناغر. لذلك أنا أطالب الحكومة اليمنية أن تقوم بمسؤولياتها في تعز. ما يجري في تعز كما قلت هو نتيجة إدارة سيئة للملف الأمني وملف المقاومة في المحافظة منذ 4 سنوات، وليس من أمس أو من قبل أمس. تعز ما زالت حتى الآن في ملفات الحكومة كطرف مهمش، ليس لها أولوية في التحرير. التحالف يبدو أنه سعيد جدا بما يجري في تعز، من جعل محافظة تعز محطة للاضطراب الداخلي للتخلص من هذا المكون النظام. أبناء تعز للأسف الشديد ما زالوا ضحية للمماحكات الحزبية لهذا الطرف أو ذاك. لذلك أقول لأبناء تعز، لا نريد أن نتقاتل في تعز، يجب أن نعود لصوت الحكمة، يجب أن نحترم تعز وثقافة تعز. تعز كانت عاصمة الدولة الرسولية تحكم ثلثي الجزيرة العربية، علينا أن نكون على مستوى المسؤولية. جماعة أبو العطاس أو الجيش الوطني أو ما إلى ذلك يجب أن يلتقوا وجها لوجه، ويجب على السلطة أن تجمع بينهم وأن تسمي الأمور بمسمياتها وتطبق ملف أمني جديد. نعم، ربما أستاذ دكتور أحمد، يعني حتى الآن لم يتم تسمية الأمور بمسمياتها من قبل السلطة الشرعية، وهذا ما يجعل الصراع مفتوح على أوجه أو احتمالات عدة. يعني من وجهة نظر كتائب أبو العباس كما تفضل ضيفي، هو يجد أن الإخوان المسلمين هم من يقومون بالهجوم عليه، كون قيادة الجيش ربما تنتمي لهذا الحزب أو ذاك، فبالتالي وهناك من يروج فعليا لمثل هذه الأخبار أن الإصلاح يتقاتل مع كتاب أبو العباس في ظل تفرج القيادة الشرعية لكل هذا اللغط، ولم يتم حسم المسألة حتى الآن لتوضيح من هو المتمرد، وهل القتال بين أطراف صراع فعليا أم بين الدولة وجيشها وبين كتائب منفلتة قانونيا؟ للأسف الشديد نحو ضحية وقوع المجتمع بين قصة مخالفة الأطراف. ابتداء من عمران بدأنا نقول أن القتال هناك بين الإصلاح والحوثيين، ثم اقتحم الحوثيون صنعاء والتهم الدولة بكلها. الآن ما أجري في تعز، نعم هناك الحزب الإصلاح متواجد بقوة بتعز، هو كحل موجود معترف به. جماعة الصرافية ممكن تتعايش مع الإصلاح، لكن وكأنهم السلفي قرروا يحارب الإخوان المسلمين ويحارب الإصلاح. هذه معادلة عدمية. ماذا سيستفيد أبو العباس إذا هزم الإصلاح، أو ماذا سيستفيد الإصلاح إذا هزم أبو العباس؟ القضية ليست أبو العباس أو الإصلاح أو السلفيين، القضية أكبر من ذلك بكثير. هناك مؤامرة حيكت ضد تعز لجعل أبناء تعز تحت مسميات مختلفة أن يتحاربوا وأن يتقاتلوا. الجماعة القائمة على الجيش الوطني أو أي إنسان آخر أو أي إنسان عسكري كذا الزي العسكري يجب أن ينسى حزبيته. غير ذلك سنبقى نسمي الناصر إذا ارتدى الميري ناصر والإصلاحي إخوان وما إلى ذلك. هذه مغالطات وهذه تؤدينا إلى التي حقيقة في فعل. القصة بسيطة جدا، يجب على الحكومة أن تقوم بمسؤولياتها وتكون جيش وأمن مختلف تحت قيادة واحدة موحدة. غير ذلك من يرفض الطرف وبقية الطرف تنتظر الطرفين حتى ينتهيا كي تسود المحافظة. هذا وهم
إذن شكرا جزيلا لك سيادة البروفيسور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث والمعذر عن ردات الصوت من المصدر، كنت معنا عبر الهاتف من اسكتلندا. عودة إليك أستاذ فهمي. أستاذ فهمي، يعني ربما كتاب أبو العباس تتكئ على القوى التي معها، سلاح نوعي، دعم الإمارات، الجيش ليس لديه سوى الشرعية، والشرعية للأسف أداؤها ضعيف أساسا، يعني كيف يمكن حل هذه المعادلة في تعز؟ نعم يا أبو العباس. إيش؟ نعم، تحدثت عن أن كتاب أبو العباس مدعومة فعليا بنوعية السلاح والمال أيضا من قبل الإمارات، بينما الجيش لا يوجد لديه سوى دعم الشرعية والتي تعد أصلا ضعيفة في الأداء، كيف يمكن حل معادلة الصراع بهذا الشكل؟ الصراع يجب ان لا يتم حله من هذه الزاويه اللي تحدثين عنها انت، يعني من حيث الدعم المقدم لابو عباس او عدم الدعم المقدم للجيش. اعتقد انا انه المعادله هذا حلها لا ينطلق من هذه الزاويه بالتحديد، يعني السلاح يتم دعم لابو العباس ويتم دعم المال، وايضا يتم دعم من قبل التحالف للجيش او السلاح الموجود بالتحالف والموجود السلاح الموجود مع الجيش ومع المحور كله من التحالف، يعني التحالف يدعم هنا ويدعم هناك. انا اعتقد بانه حل هذه المعادله لا يجب ان تنطلق من مساله السلاح من اين ياتي، بقدر ما يجب ان تحل هذه الاشكاليه من جذرها، يعني من المصدر الذي ينطلق منه واقعات الصراع نفسه. يعني فأقصد أنا بأنه حل هذه المعادلة تكمن بما هو يجب أن يكون طبيعي، يعني جيش واحد تتحد فيه كل الفصائل، تدب فيها كل الفصائل في إطار ألوية ومعسكرات ووحدات نظامية تخضع لقيادة مهنية زي ما قلنا، تخضع لسلطة شرعية. هذا هو معادلة الصراع يتم كذا، يعني بأنه يجب ألا يتم اعتراف بأي مكون خارج فصائل الجيش. صحيح أنه الجيش يعني يجب أن يجب أن يتم النظر في قيادته، ما فيش مانع، لكن أيضا يظل الجيش هو القسم الذي يبرر وجود دولة، يبرر وجود سلطة، يبرر وجود نظام، يبرر وجود قانون. يعني نعم، إذا في دقيقة أستاذ فهمي، يعني ماذا عن دور المجتمع المدني والذي يفترض أن يكون قويا في تعز؟ هذا الصوت المدني الفاعل لما لا يخرج للاحتجاج لتكف يعني المجاميع المسلحة عن هذا الدور الذي يفترض به أن يكون ضد الحوثي وليس ضد جيش الدولة؟ في صوت مدني موجود، الأحزاب تتحرك لكن صوتها صوت غير مسموع، يعني الناس عندما يتقاتلون ويرفعون السلاح الأصوات المدنية تختفي تلقائيا، يعني والناس مرهقة أصلا ومتعبة، رغم أنه هنا الأحزاب السياسية تبذل جهد هذا لكن لا أحد يسمعها نتيجة لارتفاع صوت السلاح. يعني فأعتقد أنا بأنه المجتمع المدني اللي تحدثي عنه إلى الآن غير قادر على القيام بالواجب اللي قلت، لأنه الناس يحتكمون للسلاح ويتقاتلون في السلاح، والناس هم أكثر إرباكا من ما يحصل في تعز. نعم، إذن شكرا جزيلا لك فهمي محمد، رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الاشتراكي بتعز، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من هناك. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه. We'll be right back.